بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو هذا هنشرح فيه الاوردر ريكورد او بمعنى اخر الري اوف اوردر، بمعنى ثالث انه احنا عندنا كلاس هيكون هذا الكلاس فيه الري من نوع كلاس ثاني اسمها اوردر، عشان اقدر اخزن في الري اوبجكتس من نوع اوردر المتعارف عليه واللي بنعرفه. احنا ممكن نعمل الري نخزن فيها انتجر، الري نخزن فيها سترينج، لكن احنا اليوم بدنا نخزن في الري اوبجكتس، بنخزن اوبجكت. فتعالوا مع بعض هيك نعمل نيو كلاس هنسميه اوردر ريكورد. النيو كلاس بدها تتعامل معاه بنفس الطريقه اللي تعاملنا معها قبل هيك، انها عباره عن اتريبيوتس اند. يمكن انا كثير برسخ الكلام هذا، يمكن كثير بعيد الكلام هذا، يمكن في ناس زهقوا هيك تسمعني وانا بقول anything is attributes and behavior، any class is attribute and behavior. ليش؟ لانه هو اساس تفكيرك لاي كلاس يجيك. اليوم في الامتحان، بكره في امتحان الوظيفه، في امتحان ثاني في الوظيفه نفسها، يوم ما يجيك كلاس attributes and behavior، طلع attributes طلع behavior وابدأ اشتغل. اوكي، فانا هنا اول شيء لما اتكلم عن سجل طلبات لازم يكون في عندي array من نوع order. فانا حاجه اقول اي order class order، بدي اعمل array من نوع order، بدي اسميها مثلا record. هيك انا صار معي اول اتريبيوت الاساسيه، انه في عندي اري ممكن تاخذ اوبجكتس من نوع اوردر. تمام. الحاجه الثانيه، طالما في عندي انا سجل وبدي اضيف فيه وبدي اعرف حالي وصلت للاخر ولا ما وصلتش، بدي ايش؟ كاونتر يمشي معي من اول خطوه خطوه. تمام. يبقى انا بدي انتجر كاونتر. تمام. الكاونتر هذا حيبدا من وين؟ من الصفر. باجي هنا هيك لانه هذه ثابته مش عايز الكونستراكتور يحددها، وبحط صفر. خلصنا احنا يا مين الاتريبيوتس، خلصنا احنا هيك الاتريبيوتس اللي احنا حولناها لايش؟ لفاريبلز. بدنا الان ننتقل للمرحله الثانيه اللي هي مرحله الكونستراكتورز، اللي من خلالها بنقدر نعطي قيم بدائية لمين؟ للفاريابلز، للاتريبيوتس اللي عندي. يبقى اجي انا هنا حقول له كونستراكتور. تعال يا كونستراكتور. هاي بابليك. اي كونستراكتور لازم يكون اسمه زي مين؟ زي اسم الكلاس. ايش اسم الكلاس؟ اوردر ريكورد. عندك حلين، ركز في كلامي كويس. الكونستراكتورز في لها خيارين، يا بتكون ديفولت يعني بعمل هيك وبانزل بحط انا القيم من عندي كمبرمج، يا بتكون اوفرلودد. اوفرلودد يعني انا اعمل كونستراكتور ثاني في نفس الكلاس له نفس الاسم، لكن انا بدي باراميترز، بخلي اليوزر، بخلي الشخص اللي بده ينشئ اوبجكت من هذا الكلاس يعطيني القيم. واضح؟ تعالوا احنا ناخذ الخيار الثاني. متاح لي انا اخذ خيارين؟ متاح لك. متاح لي اخذ واحد من الاثنين بس؟ متاح لك. اللي اذا طلب منك قال لك بدي الخيارين يكونوا موجودين. تمام؟ ايش بدي اطلب منه هنا؟ بس بدي اطلب السايز تبع الاري، صح؟ ايش ناقصني انا هنا؟ بس الاري هذه كم عنصر تكون؟ ما عندناش يعني variables ثانية، صح ولا غلط؟ ما عندناش name و ID و و و، بدنا بس طول الأري قديش؟ بدك تحط في السجل أكم order. فأنا حاجة أقول له هنا لو سمحت integer size، وحاجة هنا أكمل تعريف مين؟ الريكورد بده يساوي
نيو ايش اوردر ولا ريكورد؟ نيو اوردر. احنا بناخذ من نفس نوع البيانات، نيو انتجر، نيو فلوت، نيو اوردر، وحقول له سايز بس. شكرا. هيك بتكون خلصت الكونستراكتور. تمام، خلصت الكونستراكتور. نيجي الان للمرحله الثالثه، انه انا بدي، وهذه المرحله اللي بتاخذ وقت اطول والطالب يشعر فيها بصعوبه اكبر لانها افكارها مختلفه. لكن احنا لما شرحنا قبل شويه فهمنا في الاخر انه معظم البيهيفير او معظم الميثودز اللي بنشتغلها على الاري مكوناتها الاساسيه هي عباره عن فور اند اف. كيف بتيجي، ايش الطريقه، المهم فور اف حدندن حواليها. يبقى حاجه هنا انا حقول له مين الميثودز اللي هي بيهيفير. اول بيهيفير مطلوب منا اد اوردر، سجل لازم اضيف فيه بيانات. بينفع سجل ما اضيفش فيه بيانات؟ لازم اضيف فيه بيانات. يبقى هي بابليك void. بينفع يكون مش void؟ بينفع، اخليه كل ما يضيف يرجع لي ايش الديستر ضايف عناصر، يعني رجع لي الكاونتر. بينفع. طيب هي اد اوردر. عشان اد اوردر ايش بده؟ انا بقول لك لو سمحت تمام خذ هالطالب دخله في القاعة عندك. ايش بديك؟ بديك طالب. يا اما بقول لك الطالب اللي رقمه كذا واسمه كذا دخله عندك. يا بديك الطالب نفسه، بقول لك هذا الطالب دخله في القاعة، يعني بديك اوبجكت. يا بقول لك في طالب اسمه محمد احمد علي رقم 1/2013 على كذا، لو سمحت ضيفه عندك في الشعبة. يعني يا بديك الأوبجكت كامل يا بديك مين؟ مكوناته. إذا اديتك الأوبجكت كامل خده زي ما هو وضيفه، هذا أسهل حاجة. إذا اديتك مكوناته لازم تستخدم مكوناته عشان تنشئ نيو أوبجكت وبعدين تضيفه، لأنه الأري ما بتقبلش منك الانتجر لحالها ولا بتقبل منك السترينج لحالها، تقبل منك ايش؟ اوبجكت. بينفعش اجي اقول له والله الاري هذه حط لي فيها رقم الطالب كذا، بيعرف ايش هو. هيك ايش بيعرف هو؟ اوبجكت. احنا الاسهل ايش؟ ابعث لي اوبجكت. ابعث لي اوبجكت من نوع مين؟ من نوع اوردر. هاي اوردر او. ايش بدي اعمل؟ انا بدي اضيف. بينفع اضيف وانا مغمض عينيا؟ ولا لازم في الاول اعرف انه في عندي مكان ولا ما عنديش؟ لو جاني الان 10 طالبات او طلاب مع بعض بدهم يعدوا، بينفع ادخلهم مره واحده هيك؟ ولازم اطلع في مكاني ساعه ولا ما فيش؟ يبقى لازم اول حاجه ايش اقول؟ بدي اشوف هل المكان فاضي؟ هل في وسع اضيف نيو اوبجكت ولا لا؟ كيف بعرف انه المكان في وسع ولا فيش؟ عندي متغيرين، عندي السايز الحجم الكامل للأريه، وعندي الكاونتر اللي هو المتغير اللي ماله قاعد بيمشي معايا، كل ما اضيف عنصر بيمشي معايا. يبقى اقول له تعال هل الكاونتر اقل من الاوردر الريكورد الريكورد دوت لينث؟ اذا معنى الكلام انه الأريه فيها وسع، إذا لا معنى الكلام الأري مالها مليانة. واحد شاطر بيسألني بيقول لي أستاذ ليش ما قلتش أقل من أو يساوي؟ ليش بس أقل من؟ لأنه فعليا لو كان السايز للأري 10 فآخر خلية قديش عنوانها؟ 9. والكاونتر ماشي معي من وين؟ من عند الصفر. يعني اخر قيمه للكاونتر ممكن تكون منطقيه قديش؟ 9. يبقى انا لازم اقول له لازم الكاونتر يكون اقل من مين؟ اقل من السايز، اقل من 10. يعني اللي عند 9 احنا بخير، لكن بعد 9 معنى كان الكاونتر صار ماله؟ صار برا الاري. واضح؟ لو الكاونتر صار بيساوي السايز يعني الكاونتر صار وين بيشاور؟ على ما بعد اخر خليه، يعني برا الاري.
عشان كده عملناها اقل من، ما عملناش اقل من او يساوي. واضح؟ واضح النقطة هذه؟ طيب اذا صح ايش اعمل؟ بدي اعمل عمليتين. العملية الاولى بدي اقوله لو سمحت الريكورد اوف مين؟ مش حد يقول لي اي، فيش عندنا اي، ما عنديش في الاد هنا فور، لاني مش عايز اضيف عشرة مع بعض، انا بضيف واحد واحد، كل ما ينادي علي بضيف، فهنا ما عنديش فور في الاد، لان بضيف حسب الطلب قاعد، تمام؟ فانا بضيف مع الكاونتر الريكورد اوف كاونتر، حط لي فيها مين؟ الاو. طيب اخذ الكاونتر مكانه ولا امشي قدام؟ لازم امشي قدام. طيب سؤال، لو خلينا الكاونتر مكانه ما عملناش هذه الخطوه بلس بلس، ايش بيصير لو هذه الخطوه ما عملناهاش؟ قولي. الله يفتح عليك. لو انا ما عملتش الخطوه هذه بيصير فعليا كل ما اضيف عنصر يعمل له اوفر رايت فوق الموجود، يعني كانه ما عنديش الا الكرسي الاول، كل ما يجي شخص جديد اللي موجود هذا ارميه واقعد يجي على الكرسي. في الاخر لما تضيف لك 10 وتقول له اطبع لي ال10 هيطبع لك اونلي ذا لاست وان، هيطبع لك فقط اخر واحد. فلو صارت معايا في سؤال في امتحان انا قاعد بضيف وبقول له اطبع، بيطلعش معايا الا اخر واحد، اول حاجه افكر فيها ايش هي؟ ان انا الكاونتر مش حاطه، او بزودهش، او انا بسميه لوجيكال ايرور. لوجيكال، مش هقول لك البرنامج خطا. واضح؟ واضح؟ طيب إلس، في حال انه الكاونتر ما كانش اقل من الريكورد، يعني الكاونتر صار وين؟ برا. بدي اطلع له رساله، شو اقول له فيها؟ سيستم دوت اوت دوت برينت لاين، بدي اقول له الري از فول. هذا هو الاحتمال اللي ضايل عندي كده. انا بكون ايش؟ ضفت كده، انا بكون ضفت ايش؟ ايش ضفت؟ نيو اوردر، نيو اوردر، تمام؟ واضح. نروح للبيهيفير الثاني. ايش البيهيفير الثاني؟ قال لك لو سمحت بدي اياك تعمل سيرش باي نيم. بينفع يقول لي سيرش وبس؟ لو قال لي سيرش وبس يعني هو سيبني انا حر، لكن لما يقول لي سيرش باي نيم، سيرش باي اي دي، سيرش باي توتال، يعني البحث اللي تبحث عنه ابحث بايش؟ هل الاسم اللي عندك بيساوي الاسم اللي مبعوث؟ هل الاي دي اللي عندك بيساوي الاي دي اللي مبعوث؟ زي لما اقول لك انا اروح ابحث لي عن طالب، تقول لي مين طالب؟ يا بيديك اسمه، يا رقمه، يا رقم جواله، يا معدل التراكمي، يا صفه مميزه له. اقول لك الاول على الشعبه مثلا. واضح؟ يبقى انا هاجي هنا اقول هاي بابليك، تمام، void search by name. لما يقول لي search by name يعني معنى الكلام هيبعت لي، هيبعت لي name، صح؟ انا بقول لك ابحث لي بالاسم، روح دور لي عليه. هتقول لي ايش اسمه اللي ادور لك عليه؟ بينفع ادور لك وانا مش عارف اشي؟ بينفعش. واضح؟ طيب يبقى انا محتاج هنا، لازم طالما قلت له سيرش باي نيم لازم اقول له لو سمحت ابعت لي سترينج مين؟ نيم، ابحث ابو، علما بانه النيم هذه لازم تكون وين موجوده؟ في الاوردر. انا ابحث عن مين قاعد؟ عن اوردر. ما ينفعش اقول لك والله سيرش الان باي جي بي اي، هو الاوردر فيش في جي بي اي اصلا. ها بينفع اقول لك سيرش باي نيم، سيرش باي اي دي، سيرش باي تايم، سيرش باي ستيتس، بينفع. واضح؟ طيب يبقى انا هنا حاجه اقول له تعال لو سمحت. بسم الله،
أنا بدي أبحث، لازم أول ما أبحث أحط إشارة معينة عشان أعرف حالي بعد كل هاللف والدوران، لقيت ولا ما لقيتش؟ إيش الإشارة؟ بول. ممكن إيش غير بوليان؟ ممكن إيش غير بوليان؟ ممكن. ممكن أعمل إنتجر إكس بيساوي سالب واحد. إشارة. إشارة. ولما ألاقي أخلي الإكس بتساوي الآي. يعني تخليها بتساوي إيش؟ بتساوي عنوان الخلية اللي لقيت فيها القيمة. المهم يكون في عندي إشارة تتغير من قبل إلى بعد. واضح؟ المتعارف عليه بوليان. لكن ليش أنا بقول لك هيك؟ عشان أنا مش عايزك تحفظ. عشان البرمجة مش حفظ، البرمجة فهم، لازم تفهم. إحنا إيش بدنا في الإشارة هذه؟ هذه مجرد إشارة. ممكن أحط سترينج إحسين وأقول أنا عندي كمبرمج أنا فاهم إحسين معنى كلام ما لقيتش. لو إحسين صار حسن يعني لقيت. أنا حر أنا كمبرمج. المهم إشارة. ممكن أحط كلر أحمر يعني ما لقيتش، أخضر يعني لقيت. أنا حر برضه. الفكرة كلها وين هنا؟ إنك بدك إشارة توضح لك إنك لقيت ولا ما لقيتش. تمام؟ طيب تعال ناخذ فور. الآن بدنا نلف فور انتجر اي بده يساوي صفر والاي أقل من مين؟ ألف لعند السايز ولا الكاونتر؟ كاونتر. برافو عليكم، لأنه عند السايز يمكن فاضي الأري، صح ولا غلط؟ السايز مثلا طولها 100، السجل 100، أنا ضايف بس 5. إيش في داعي أنا أبحث في 100 عنصر وهم أصلاً فاضيين بس بدي أول 5 أنا؟ يبقى صح أبحث لعند وين؟ لعند الكاونتر. لعند الكاونتر. يبقى الآي أقل من مين؟ طيب أقل من الكاونتر ولا أقل من أو يساوي؟ ليش مش أقل من أو يساوي؟ سامعين صوتك؟ الكاونتر واقف على خليه فاضيه، ففيش داعي اوصل لعنده. انا بدي لوين؟ بدي بس للخليه المليانه. فالكاونتر الان فعليا وين واقف؟ واقف على اول خليه فاضيه، فيش داعي اروح ابحث في خليه فاضيه، عشان كده عملها اقل من. تمام؟ طيب خلي بالكم عشان برضو الناس اللي حتشوف الفيديو مش من طلابي، انا بشرح بطريقه كثير سهله، قاعد كل شيء ببسط فيه عشان لو في اي ثغره في المحاضرات الماضيه تكون مالها تتسكر قاعده. واضح؟ فالناس اللي فاهمين يعذرونا، معلش احنا لازم، انا بدي ابسط كل شيء الان. الاي بلس بلس جوا ايش بدي اعمل؟ عند ما اوصل كل خليه ايش بدي اسوي؟ بدي اسال انت النيم يا اوردر، انت يا اوردر النيم تبعك بيساوي النيم اللي معايا؟ هاي الشرط. اذا بكون لقيته يبقى بدي انا اسال سؤال هنا. اف تعال نسال، افتح هيك ونسال ايش بده هو؟ نيم بيساوي نيم، النيم اللي في الاوردر بيساوي النيم اللي معايا. النيم اللي في الاوردر كيف بجيبه؟ هاي ريكورد مخزن، وين هو؟ دوت جيت مين؟ جيت نيم. الان طيب ما ضلعش معي جيت نيم، تعال نشوف الاوردر ايش عامل فيها. هاي النيم عامل جيت نيم ولا مش عامل؟ طلع معايا هاي ست نيم، ست اي دي، ست مش عامل جيت. يبقى احنا بدنا نعمل هنا ايش؟ بنفع ارجع للكلاس الاولاني واعدل فيه؟ بنفع ارجع واعدل، انت مش مكمل كاين الكلاس. باجي بقول له تعال هاي بابليك بترجع سترينج جيت، بترجع سترينج هاي جيت مين؟ جيت نيم. وبدي اقول له بس ريتيرن ايش؟ نيم. شكرا. تمام؟ يبقى تعال هنا قول لو سمحت الريكورد اوف اي. ريكورد اوف اي بالنسبه لي ايش هي؟ هي اوبجكت، لانه الاري تبعت الريكورد هاي بتاعت الاوردر كل خليه فيها عباره عن ايش؟ اوبجكت من نوع مين؟ من نوع اوردر.
فلما اقول له ريكورد اوف اي كاني بتكلم مع اوبجكت معين انا مش عارفه من هو، لكن اكيد اوبجكت من نوع مين؟ من نوع اوردر. فلما اقول ريكورد اوف اي دوت جيت نيم، انا هنا قاعد بقول له يا اوردر اللي واقف عليك الان، اول اوردر، ثاني اوردر، ثالث اوردر، يا اوردر انت لو سمحت هات النيم تبعك. هذه الجمله هيك، هذه الجمله اللي انا عاملها تحديد حترجع لي ايش؟ ايش حترجع لي؟ حترجع لي نيم. حترجع لي ايش؟ نيم. واضح الكلام؟ ايش حترجع؟ نيم. بدي اسويه الان نيم از سترينج، لما بدي اعمل له تشيك بعمل له بايك باشاره ايكوال ولا بالداله ايكوالز؟ لانه سترينج لو كان انتجر، لو كان رقم ايكوال عاديه ايكوال ايكوال، لكن لما هو صار سترينج بدي ابحث بايش؟ بداله ايكوالز. ولو مش فارق معايا الحاله كابيتال ولا سمول بقول له equals ignore case. هيك هاي دوت equal لو فارق معايا الحالة، لو علي small لا يساوي علي capital بالنسبة لي بستخدم هذه، لكن لو علي small وعلي equal الاثنين بالنسبة علي small علي capital الاثنين بالنسبة لي واحد بستخدم مين؟ equal equals ignore case. ايش يعني ايكوال اجنور كيس؟ هذه بقول لك شوف لي اياهم بيساووا بعض بغض النظر عن حاله الاحرف. احنا عارفين اللغه الجافا مالها كيس سنسيتيف، يعني اي كابيتال لا تساوي اي سمول، بي كابيتال لا تساوي بي سمول، لكن احيانا بفرش معي انا والله حاله الاحرف وبخاف اليوزر يدخل لي اياها كلها كابيتال وانا مخزنة عندي سمول فيقول لي ما لقيتش. طبعا انا مش فارق معايا حاله الاحرف، في الحاله هذه بستخدم مين؟ equals ignore case، يعني شوف ليهم يساووا بعض بغض النظر هم كابيتال ولا سمول. واضح؟ طيب خلينا نستخدم هذه equals ignore case لمين؟ لمين؟ لان مين النيم هذا؟ اللي هو ايش؟ ببحث عنه. واضح؟ واضح؟ أي هيك؟ خلي بالكم من الأقواس. إذا كان شوف الشرط هذا ما أطوله، هذا كله الشرط عشان أقول له هل النيم تبع الأوردر اللي واقف عليه بيساوي النيم اللي معايا ولا لا؟ إذا آه حيجيب لي ترو، إذا لا حيجيب لي فولس. إذا آه معنى كلام لقيت اللي بدور عليه. صح ولا غلط؟ إذا لقيته بدي أعمل التالي. بدي أعمل التالي، بدي أطبع إن أنا لقيته في المكان الفلاني. تمام؟ فعادي هنا أقول له إيش؟ سيستم دوت أوت دوت برنت لاين، وبدي أقول له ذا أوردر تمام؟ إز فاوند أت بوزيشن، يعني في المكان ايش؟ وين لقيناه احنا؟ عند الاي، الاي باديه من الصفر خلي بالكم. تمام؟ فلو حطيت له اي وقال لي ثلاثة يعني في الخانة الرابعة. لو قال لي الاي ثلاثة يعني في الخانة ايش؟ الرابعة. أو بقول له ايش؟ تك تك اي زائد واحد. عشان ايش هذه؟ عشان بس لو قال لي ثلاثة يعني ثلاثة. يعني الثالثة. قال لي أربعة يعني أربعة، قال لي واحد يعني في الأولى، يعني رقم صفر. تمام؟ بس أنت حط طبعاً تحط أي تحط أي زائد واحد مش مشكلة، مشكلة فارقة يعني. واضح كلامي؟ بس أنتوا فاهمين إيش معناها هالواد. لأنه الأي بادية من وين؟ لو قال لي صفر يعني حرف في الأولى، لو قال لي ثلاثة يعني في أي واحدة؟ في الرابعة. فقال لك بدل ما تحط صفر واحد وثلاثة حط له أي زائد واحد. بديكش صفر، بقول لك واحد يعني الأولى، اثنين يعني الثانية، ثلاثة يعني الثالثة. بطل فيها ايش؟ اللف والدوران. تمام كده؟ احنا هيك لو لقيناها. طيب مش احنا في علم قلنا عنه لو لقيناه بدنا نغير قيمته اللي هو الفورس بيصير ايش؟ ترو. يبقى كمان لما الاقي بدي اعمل كمان خطوه ثانيه.
ايش الخطوة الثانية؟ بدي اقول له لقيت. ارفع علم انك لقيت. ايش يعني؟ يعني خلي الفلاج بيساوي اترو. اطلع الان برا الفور. انا الان وين؟ برا الفور مش برا الاف. الفور هذا كله جوا الفور لانه جملة واحدة يعتبر. فلما اجي هنا وانا مش عامل الفور اقواس يبقى انا برا الفور. باجي بأسأله برا الفور هل لقيت؟ هو لف 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 لقيت. مين بقولي لا ولا ما لقاش؟ الفلاج. الله يفتح عليك الفلاج. لانه الفلاج احنا قلنا له انت فولس لو ما لقيتش، ترو لو لقيت. هذه الاشاره يعني ما لقيتش، هذه الاشاره يعني لقيت. واحد من اخر الشارع بتكون بعته يجيب اشي بقول لك هيك يعني كله تمام، بقول لك هيك يعني والله ما لقيناش حاجه، صح ولا غلط؟ فانا هنا باجي بسال بقول له هل الفلاج بس فلاج هيك من غير اشي. ما هذه الفلاج عباره عن ايش؟ فولت او ترو. اذا فلاج يعني اذا الفلاج ترو تمام لقينا. اذا الفلاج لا يعني ايش؟ إلس يعني ما لقيناش. هذه طريقه. في واحد بيقول لك لا يا عم احنا اذا لقينا هينا هنا قلنا له لقينا. انا ضايل بدي بس انه انا ما لقيتش، صح؟ انا هنا لقيت، انا هنا بس بدي ايش؟ اذا ما لقيتش يعني if not flag بس بدي. يعني اذا كانت الفلاج مالها مش ترو، مش ترو. ايش بقول له؟ بقول له سيستم لا. كويسه هذه. محمد بيسالني بيقول لي يا استاذ حط فوق إلس وخلص. إلس جوا الفور، عارفين ايش معناها؟ هذا خطا منطقي. لو انا حطيت جوا الفور إلس ايش بصير معايا؟ بيجي اول خليه انت محمد لا، بروح طابع جمله ما لقيناهوش. بروح على الثاني انت محمد لا ما لقيناهوش، انت محمد لا ما لقيناهوش. تخيل في عندك 100 عنصر والعنصر اللي بدك اياه هو اخر عنصر، كم جمله ما لقيناهوش حيطبع؟ 99 ومية مره، وال100 حقول لك لقيته. طلعان روح تخيل جوجل، تبحث في جوجل هيك وقاعد بدور في المواقع ما لقيتش قيمه ما لقيتش قيمه ما لقيتش قيمه ما لقيتش قيمه، فيقول لك لقيت 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 لقيت. هذا مجنون، صح؟ يبقى احنا بعد ما نخلص اللف كله بنقول له لقينا ولا ما لقيناش. كنت اشرحها العام الماضي للطلبه او للطالبات. ماما في البيت بتبعتك تجيب اشي من المطبخ، تقول لها مثلا روحي هاتي لنا الكوبايه الكبيره عشان نشرب فيها شاي. فبتروح على اول دولاب تاع الكوبايات وكذا، اول كوبايه مش لاقياها مش لاقياها مش لاقياها. بتقعد، حد بيعمل هيك؟ حد بيعمل هيك؟ ايش بنسوي؟ بنسويش احنا هيك. ايش بنسوي؟ بنطلع في كل الدولاب تبع الكوبايات ولا اذا ما لقيناش عن جد بنقول والله ما لقيناش. لكن إذا لقيناها في الدولاب الثاني أو الثالث أو الرابع بناخذها وبنروح. يبقى كلمة ما لقيتش متى بحكيها؟ بعد ما أخلص فور. واضحة؟ بعد ما أخلص فور. هيك أنت بتكون دورت. في ناس ثانية هنا عشان بس ما حدش يختلف بقول لك والله لا أنا بديش هيك، بدي لو سمحت تقول لي تساوي فولس. صح؟ ماشي؟ لكن انا عايزك تشوف كمان شكل ثاني. شوف ايش هذه معناها نوت فلاج يعني نوت ترو. واضح؟ واضح. طيب هيك احنا بنكون خلصنا مين؟ السيرش. بنكون خلصنا السيرش. نروح اللي بعد كده لمين؟ لا الابديت. خلينا نوقف شويه ونكمل مع الابديت.